سعادة العميد، لماذا تثير منظومة باتريوت وحدها هذا اللغط الدائر بالرغم من التزويد الأمريكي والغربي لأشكال أسلحة مختلفة لأوكرانيا؟ أولا أنا أقرأ بعدين في هذا الجدال الدائر. أولا يعني نقل منظومة باتريوت إلى الداخل الأوكراني يشكل طبعا أو يفرض محدودية لفعالية الطيران الروسي داخل أوكرانيا، بمعنى أنه هذا سلاح نووي بإمكانه فعلا الحد من تأثير الضربات الروسية في العمق الأوكراني، وهو يمثل بداية لفعلا دخول أمريكا الحرب بشكل معلن. يعني استقبال زيلينسكي والإعلان عن الباتريوت ربما يصبح مقدمة في حال لم يواجه بهذا الرفض وبالتهديد الروسي. قد تعتقد موسكو أنه سيشكل مقدمة لإسهال تزويد أوكرانيا بهذه المنظومات، وربما تقدم بريطانيا كذلك على عرض نوع من هذه المساعدات، وبالتالي تكون يعني عملية تسليح أوكرانيا قد أخذت مسارا آخرا إذا لم يتم مواجهة هذا النقطة. ثانيا يعني الإعلان يقول عن تزويد أوكرانيا ببطارية واحدة من الباتري، يعني بطارية واحدة طبعا لن تحقق انقلابا في ميزان القوى، يعني البطارية بإمكان أطلاق 32 صاروخ، وبالتالي هذه الصواريخ يعني بإمكانها حماية ربما منطقة معينة وليس بإمكانها حماية كل الأراضي الأوكرانية يعني. وبالتالي ربما أنا أميل إلى القول أنه تنبه روسيا أنه أي تطوير لهذه القدرات بشكل نووي سيتم تدميره. ثانيا يعني مدى هذه الصواريخ هو تقريبا بحدود 75 كيلومتر، مما يعني كذلك أنه في حال نشرها في جزء من المناطق الشرقية أو حتى في منطقة خيرسون أو زاباروتشا، وبالتالي يمكن يعني لمدى هذه الصواريخ أن تهدد كذلك حركة الطيران الروسي ربما قليلا داخل الحدود إذا تم نشرها في المناطق التي تمت استعادتها سواء في الجنوب